حبيبكم فلاش ندلكم احنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 6 بالنسبه لي ريغيرش اوبيراسيونيل واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا ميثود غرافيك يعني كيفاش كنديروا الحل ديال واحد البروغرام لينير عن طريق لا ميثود غرافيك وغادي ناخذوا هذا ليكزامبل ناخذوا هذا ليكزامبل ونحاولوا نديروا لا ريزولوشن غرافيك ونحاولوا نلقاو الحل ديال هذا لو بروغرام لينير. نبداو على بركة الله نشوفو لي زيتاب لي كنديروهم باش نوصلو لا سوليسيون. أول حاجة كنلاحظوها ملي كيكون عندي البروغرام أنا لي فاريابل دو ديسيزيون ميمكنش يكونو كيساويو صفر، ميمكنش يكونو إكس كيساوي صفر قل نيجاتيف مش كيساوي صفر، ميقدرش يكون نيجاتيف و إيكغيك كذلك ميقدرش يكون نيجاتيف. يعني وسط هذاك الميبيان، يعني ملي كنقول لك غرافيك يعني كندير شي حاجه في الميبيان غرافيكمون، كندير الحل في لو غرافيك. هنا عندي ان اكس ان ما يمكنش يكون اصغر من صفر و ايغريك ما يمكنش يكون اصغر من صفر، يعني نتوما مره كتستعملوا اكس ان اكس 2 يعني اكس ان اكس 2 كاين اللي كيستعمل اكس ايغريك. هادشي كيعني ان لا سوليسيون ما غاديش تكون في هاد البلاصه، ما غاديش تكون في هاد البلاصه، وما غاديش تكون في هاد البلاصه. علاش؟ حيت هنا عندنا دي اكس نيجاتيف، يعني ممكنش يكون اكس نيجاتيف هاد الجهه، يعني الكشاله هادي ما كايناش. هنا اكس نيجاتيف و ايغريك نيجاتيف، يعني ما غاديش يكون عندنا هنا. وهنا عاوتاني عندنا لي زيغريك نيجاتيف، يعني ممكنش يكون عندي الجواب في هاد البلاصه وفي هاد البلاصه وفي هاد البلاصه. داكشي علاش كناخدو ديما في المنحنى هاد الجهه الموجبه مع الموجب، يعني الموجب مع الموجب، حيت لي سوليسيون بجوجهم غادي يكونوا على الاقل موجبين. سي بون، دابا نشوفو كيفاش كنديرو الحل في لو غرافيك. يعني لو غرافيك لي كنستعملوه هو هدا، كنحاول نحيدو ديك الجوايع لي هما نيجاتيف. ابخي كناخدو هاد لا كونترانت الاولى، عوض ما كنديرو اصغر من ان تساوي كنديرو تساوي، وكنعطيو واحد القيمة الاكس وكنجبدو ايكغيك. مثلا عطينا الاكس كيساوي لصفر، لان هاد الاكس كيساوي صفر، يعني كتبقى عندنا ان جوج ايكغيك تساوي 20. انا ردت هاد الجوج لهنا غتولي عندي ايكغيك يساوي 20 مقسومة على جوج اللي هي ايكغيك كتساوي 10. يعني الا كان اكس كيساوي صفر ايكغيك كيساوي 10، و الا كان ايكغيك كيساوي صفر يعني جوج فوا صفر صفر، كتبقى عندي اكس يساوي 20. في هاد الحالة اكس يساوي 20 ايكغيك كيساوي صفر. هنا ملي كنلقاهم كنمشي نحاول نجبد هاد النقاط، كنمشي ندير هنا ستيلو عندي كلور احمر. عندي هنايا مثلا في هاد الجرافيك، حيت عندنا الارقام شي شويه كبيرين 20 و 10، غنحاول مثلا هنا في بلاصه جوج غدير نتا، بلاصه واحد غدير جوج، بلاصه جوج غادي دير ربعه، يعني كلشي غضربو في جوج. بلاص 3 غدير 6، بلاص 8 غدير، بلاص 4 غدير 8، بلاص 10، بلاص 5 غدير 10، المهم واحد 10 واعرة. المهم انت غتقد داكشي عندك، عندك هنايا 2 4 6 8 10، وتانية يعني واحدة هي 2، 2 هي 4 6 8 10 12، وانت غادي هنا غتكون عندك غتولي 20 ماشي قد الجرافيك. يعني عندنا هنا 0 10، يعني 0 بالنسبة لي اكس ان، يعني هذا نسميوه حنا اكس وهذا نسميوه ايكغيك، هذا نسميوه ايكغيك. هنا عندنا 0 في اكس و 10 في ايكغيك، يعني 0 10 هي هادي، هادي هي لابوان 0 10. عندنا هنا 20 صفر، يعني بالنسبة لهنا صفر، بالنسبة لزيكريك هما صفر، وبالنسبة لإكس كنحسبو حتى لعشرة يعني حتى لخمسة يعني هنايا، وكنحاولو نرسمو هداك المستقيم. غتكون عندي هنايا 20 ماشي 10، 20 صفر، يعني 20 صفر يعني غتكون البوان هنايا في 20. سي بون، كنرسم المستقيم الأول، هداك كتسمى كونترانت الأولى رسمناها في الكرافيك. كنمشيو للكونترانت التانية، كناخدو هاد لا كونترانت كنحيدو هنا
أصغر من أن يساوي، كنديرو يساوي جوج إكس زائد إكغيك يساوي 22، كنعوضو إكس بصفر كتبقى لنا إكغيك كتساوي 22، كنعوضو إكغيك بصفر كتبقى لنا جوج إكس تساوي 22، كنردو جوج لهنايا كتولي إكس يساوي 22 مقسوم على جوج، يعني غتولي إكس كتساوي 11، إكغيك كيساوي صفر. كنجي كنحدد النقط هنايا في الجرافيك، كنحاول نرسم المستقيم بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي 11 0، هي هذه 11 0، وهنايا صفر بالنسبة ل x، صفر بالنسبة ل x، و 22 بالنسبة ل y. هنا حيت باش ترسم مستقيم، باش ترسم مستقيم خاصك جوج ديال النقط، باش ترسم واحد المستقيم خاص يكون عندك جوج نقاط أو تقدر ترسم المستقيم ما بيناتهم. كنمشيو ل كونترانت الثالثة، كناخدو هاد الكونترانت الثالثة، كنحيدو هنا أكبر من أصغر من أن يساوي، كندير في بلاصتو يساوي، يعني إكس زائد إكغي كتساوي 12، يعني إلا كان إكس كيساوي صفر راه إكغي كتساوي 12، وإلا كان إكغي كيساوي صفر راه إكس كيساوي 12، يعني كنعوض واحد بصفر وكنلقى الآخر، كنعوض واحد بصفر وكنعوض وكنلقى الآخر، يعني غتكون هنايا 6 6، يعني 12 12، بما أن كنضربو هادشي كلشي بجوج، غتولي عندي هي 12 هنايا و 12 هنايا، كنرسم المستقيم كتعطيني هاد الشكل. هنا عندي واحد ليسباس لي فيه لي سوليسيون بوسيبل، واحد المجال لي بوسيبل. مثلا بالنسبة لكونترانت الأولى، باش لكونترانت الأولى باش نعرف واش هاد الجهة هي لي بوسيبل ولا هادي، كيكفى أننا ناخدو هاد النقطة. مثلا إلا خديت صفر صفر غتولي عندي صفر زائد صفر غتكون أصغر من 20، يعني لوجيك صفر أصغر من 20، يعني المجال، المجال اللي بوسيبل هنا هي هادشي لتحت، هادشي لتحت، هادشي كلشي لتحت بوسيبل، هادشي للفوق لا. ولا مشينا لا كونترانت، هادي بالنسبة لا كونترانت ديال لا كونترانت الثانية، هادشي بالنسبة لا كونترانت الثانية، حيت هي اللي عندها بالزرق، لا كونترانت الثانية هي اللي عندها بالزرق، هاد المجال بوسيبل وهاد المجال امبوسيبل حيت ما كيحققش لا كونترانت. كنمشيو على الثاني لا كونترانت اخرى، ناخذ شي كولور اخر. هنا مثلا هاد لا كونترانت، لا كونترانت هادي لا كونترانت الاخرى وهاد لا كونترانت الاولى بالاحمر. الا خدنا لا كونترانت الاولى غيكون المجال بوسيبل هو 0 0 و 0 0 كتكون اصغر من 20، يعني المجال لي بوسيبل هنايا، المجال لي بوسيبل في هاد البلاصه هو هاد المجال، هادشي اللي تحت، هادشي كلشي بوسيبل بالنسبة لهاد هاد لا كونترانت. كنمشيو لا كونترانت الأخرى اللي عندها هنايا بالأخضر، كنحدد المجال اللي هو بوسيبل. إلا بغينا ناخد المجال اللي هو بوسيبل غيكون عندنا صفر صفر غتكون صفر، وصفر أصغر من 12 بوسيبل، يعني هاد المجال النقطة ديال صفر من ثانية المجال، يعني المجال اللي هو بوسيبل بالنسبة لهاد الحالة هي هاد المجال، هاد المجال هو اللي بوسيبل لتحت، وداكشي اللي فوق لا. من بعد باش نعرف انا فين هو داك المجال اللي كاينه فيه لا سوليسيون، هو داك المجال اللي كيتجمع فيه كلشي هاد الالوان. مثلا هاد البلاصه اللي فيها كلشي، فيها الصفار وفيها الاخضر وفيها البرتقالي، يعني فيهم ثلاثه، يعني هاد المجال من هنا حتى لهنايا حتى لهنايا حتى لهنايا. سي بون، امسح هادشي باش يبان لكم. هادشي والمجال اللي غيكون هنايا هو من هنايا حتى لهنا، حتى هاد النقطة حتى لهنا حتى لهنا، كيتسمى ويزيد حتى لصفر هكا، كيتسمى هداك ليسباس اللي فيه لا سوليسيون، هاد وسط هاد ليسباس فين غنلقاو لا سوليسيون، حيت هو اللي كيحترم لي كونترانت، هاد المجال هو اللي كيحترم لي كونترانت، يعني خاصنا نقلبو وسط هاد المجال فين كاين هاديك النقطة اللي كتعطينا الماكسيموم اللي كنقلبو عليه، الماكسيموم اللي كنقلبو عليه. وفين كنلقاو هاد الماكسيموم؟ كنلقاو في ليكستريم، يعني في لي بوان ديكستريم ديال هاد ديال هاد الشكل، يعني لي بوان ديكستريم كاين عندنا دي بوان اللي هما دي بوان ديكستريم، يعني الاولى لو بوان الاولى اللي هي هادي اللي هي 0 10، لو بوان الثانيه هي هادي اللي هي 4 8، لو بوان الاخرى اللي هي هادي اللي هي 10
اللي هي 10، جوج لو بوان الاخرى هي هذه اللي هي 11 10، وهنا لو بوان 0 0. بالنسبه ل 0 0 ما غاديش هنا الماكسيموم 100%. انا ملي كنلقاو هاد لي بوان ديكستريم كنمشي كنجربوهم في هاد لا كونترانس. مثلا كنجي هنا كنعاود هاد لو بوان اللي هي 0 10 كنعاود هنا ب 0 وهنا ب 10، يعني غتكون هادي 300 فوا 0 زائد 200 فوا 10 كتعطينا واحد المونطون. كنمشيو كنحسبو هادي، يعني كنعاودو هنا في هاد لا فونكسيون 300 فوا 4 زائد 200 فوا 8 كتعطينا واحد المونطون، وكنقارنو ما بيناتهم شكون هي اللي كتعطينا لا ماكسيموم. يعني ملي كنحسبو هاد لي بوان كلهم كنلقاو ان لو بوان 10 جوج هي اللي كتعطينا لو ماكسيموم. يعني بالنسبه لهاد الحل ديال هاد لو سيستيم انهم خاصهم يديروا لا بروديكسيون ديال 10 اكس ويديروا لا بروديكسيون ديال جوج ايغريك. يديروا لا بروديكسيون ديال 10 اكس وجوج ديال ايغريك. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو. الى كان هذا الفيديو مفيد بالنسبه لك حاول تبارطاجي مع لي زامي ديالك باش كلشي يستافد، ودير ابوني في لاشين باش تشوف ان شاء الله لي فيديو اللي جايين. بون كوراج، الله يعاونكم، واللي عندي شي كيسيون يحطو في الكومونتير ولا تواصل معنا على لاباج. احنا معاك، بون كوراج، الله يعاونكم.